كلست انت على حازم شويه النهارده؟ كلست الاتنين اتجوزوا وهما مش عارفين يعني ايه جواز اصلا. طب ما احنا كمان مكناش عارفين. طيب ماشي، ايه هو اللي طيب ماشي؟ عايز انام يا دودو. ياسين، فاكر أول مرة حضنتني فيها وقلتلي إيه؟ قلتلي إنتي بنوتي وهتفضلي طول عمرك كده. هو أنا لسه بنوتك يا ياسين؟ دي لسه بنوتي يا حبيبتي، مالك فيه؟ في ان انا حاسه ان احنا بعدنا عن مكان ما ابتدينا. بعدنا ازاي يعني؟ انا ما بقتش بنوتك يا ياسين، انا بقيت ماما. ماما اللي بتخلي بالها من الكل. واحلى ماما في الدنيا كلها. ممكن كفاية أفورة بقى وننام. ياسين انت بطلت تدلعني، احنا بقينا طول النهار بنتكلم يا اما على البيت يا عن سلينا يا عن المدرسة يا عن المصاريف. ياسين انت بقيت بتبصني في راسي. دوحة، احنا بقالنا 8 سنين متجوزين، يعني طبيعي جدا تبقى حياتنا كلها عن سيلينا ومدرستها ومصاريفها. طب واحنا؟ احنا من؟ ما احنا زي الفل. لا احنا مش زي الفل. ايه يا سينا، انا وحشني الباشن اللي كان بينا جدا في الاول. باشن ايه؟ انت مش مقدره المسؤوليه اللي عليا ولا الترقيه اللي هدخل عليها؟ انا الشغل مطلع عيني، مش قادر اتنفس. ممكن لو سمحتي ننام؟ جود نايت. لو سألتني ايه أصعب اختبار للحب؟ هتكون إجابتي من غير تردد الجواز. الجواز هو المرحلة اللي تقدر تحكم فيها على العلاقة بعد ما الطرفين عاشوا مع بعض. شافوا بعض من غير انبهار، عيوبهم بقت واضحة، المسؤولية بقت أكبر، وكل حاجة بقت مكررة. وقتها بيظهر سؤال فعلا صعب: هل الحب كفاية عشان أفضل عايش في الدايرة دي؟